فمتى تصير عبادة؟ إذا اجتمع في المعبود ماذا؟ حب، أول شيء خضوع وتذلل مع غاية الحب والخوف والرجاء، صارت عبادة. وهذه إذا كانت لله فهي عبادة لله. ويوجد من المخلوقين من يخاف من الإله الفلاني، من الصنم يخاف منه ويرجوه ويدعوه أن يرزق الولد وأن يشفي مرضاه وأن يرزقه. إذن هو إيش؟ خاف منه ويرجوه ويدعوه ويتذلل له، صار عابدا لهذا الصنم. والمسلم يخاف الله، يحب الله ويخاف الله ويرجوه ويتذلل الله بالركوع بالسجود بالصيام بالطواف بالسعي، صارت هذه عبادة. يعني قد تأتمر أنت بأمر آمر لكن ما تخاف منه ولا ترجوه، مثل أنت تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله، قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن هل أنت تخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجوه؟ هل ترجو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخلك الجنة وأن يجيك من النار؟ لا، ترجو من؟ ترجو الله. وتخاف من؟ تخاف الله. أنت وإن كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي عليه الصلاة والسلام شرط للإيمان. اللي ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يبغض النبي عليه الصلاة والسلام كافر. لكن نحن مع محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام نحبه في الله ولله، لا نحبه كحب الله. حب النبي عليه الصلاة والسلام كحب الله يعني عبادته كما يعبد الله، هذا الشرك. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فحب الله عز وجل مع محبتك لله تخاف منه وترجوه. لكن لاحظ، أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تخاف منه ولا ترجو، صح؟ هل تسمع مسلما يخوف مسلما بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقي رسول الله فإن عذابه شديد؟ لا. هل تسمع مسلما موحدا يقول لأخيه أرجو رسول الله أن يدخلك الجنة؟ لا. الجنة والنار بيد الله عز وجل. ما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد لله تبارك وتعالى، صح؟ سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأنه لما قام عبد الله قل إن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا عبد لا يعبد ولا يجوز أن يعبد، يطاع يوقر يحترم يحب، لكن لا نخاف منه ولا نرجوه. فصار في فرق بين أن تحب المخلوق كما تحب والديك، تحب زوجتك، تحب أبنائك بناتك، تحب أصدقائك، لكن ما ترجوهم ولا تخاف منهم. بل قد يخاف المسلم أو الإنسان من السبع، لكن إيش؟ ليس عابدا له، وإنما خائف منه خوف فطري، لكن لا يحبه. تتخاف من العقرب؟ عبد الرحمن تخاف من العقرب؟ هل هو عابد من العقرب مع أنه خاف منها؟ العبادة، الخوف عبادة، لكن هنا خوفه من العقرب ليس خوفا كما يخاف المسلم من الله عز وجل. فلا تخافوا وخافوني، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإنما هذا خوف فطري. فذاك هو ما يحب العقرب ولا يرجوها وإن كان خاف منها. إذا العبادة مثل ما اجتمع فيها إيش؟ الخضوع والتذلل مع الحب والخوف، صارت عبادة. إن كانت لله، إن كانت لله فهو عابد لله. إن اجتمعت هاي الأمور في غير الله فهو مشرك عابد لغير الله. إذا اجتمعت هاي الأشياء في الله وغير الله أيضا هذا مشرك، واضح؟ فلا بد أن نعرف هنا العبادة الشرعية كما قال هنا أيش يا أخوان، قال هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. نعم. وقال بعض العلماء إن العبادة هي كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وهذا تعريف الأصولين. هذا تعريف الأصولين، يعني ممكن الإنسان عقلا يمتثل الأمر الفلاني مثلا، أو اضطراد عرفي يعني إذا جاع بيأكل. هنا الجوع الأكل ليس عبادة، لأن أصلا كل واحد بيجوع، حتى البهيمة إذا جاعت تأكل. أو واحد يخاف من شيء من النار، هذا عقلا النار تحرق فأخاف منها، هي ليست عبادة. لكن إذا أمر الشرع بأمر من غير اضطراد عقلي أو اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي صارت عبادة. هذا تعريف الأصولي. طيب شيخ